يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبينا وشفينا مولانا محمد معاذ بجد والكرم وآله وصحابه بارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا رب العالمين تو عظمت والا تو شان والا سب تعریف و توصیف سب ہم تیرے لیے. ہم تیرے گنہگار بندے تیرے عاجز بندے تیرے محتاج بندے ہیں یا رب العالمین. ہم لوگوں نے جو قرآن مقدس کی تلاوت سماعت فرمائی پروردگار عالم اس نے قرات کیا نعت رسول پڑھا یا اللہ اس میں جو بھی بھول جو غلط اس کو معاف فرما یا رب العالمین کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما. رب کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تفیل جملہ انبیاء و مرسلین صحابہ کرام صحابی آج جتنے بھی پیر اولیاء بزرگان دین جتنے بھی سعید ہوئے ہیں اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما. یا رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ فعل ہمارے اس دار الغوثیہ کو دن دن رات چوگی ترقی عطا فرما. یا رحم الراحمین ہم جملہ اساتذہ کرام کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما ان کی روزی میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین کے کام میں جو رکاوٹیں بندشیں اسے اپنے فضل و کرم سے دور فرما. یا رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کے والدین کریمین
کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما کل قیامت میں ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمی نصیب فرما اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ میں اٹھا فقد قال الله تعالى في شأن حبيب المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا